وصلنا فيديو جديد من فيديوهات الصوفية. فيه راجل كبير عمره كبير يعني شيبة عاكف عن قبر من قبور شيوخ الصوفية ويدعوه من دون الله تبارك وتعالى ويشكو له الحال ويشكو له الضر ويطلب منه الحفظ ويطلب منه ارفع الكربة والمحن. اي نحن متضايقين يا بيت جبل شيل يا بيت بالشيل ولا قدام بنفك فينا قطاعين الطرق لولاداتنا يا با نحن معجلين وبالسلاح ما بنعرف نضرب يا با بالعكاز ما بنعرف نضرب عكازنا يتا يا وسيفنا يتا بندقيتنا يتا ببركتك. وانا بسأل سؤالين وداير اجابة منطقية من اي زول عنده عقيدة في زول ميت. السؤال الاول للصوفية، ربنا عنده 99 اسم، ما عجبكم فيها واحد عشان تنادوا بها تمشوا تنادوا غيره؟ تنادوا الكباشي وتنادوا ود بدر وتنادوا البرعي وتنادوا المكاشفي. ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأسماء دي كلها لا عجبكم الملك، لا عجبكم الوهاب، لا عجبكم الرزاق، لا عجبكم الرحمن، لا عجبكم الرحيم، لا عجبكم القدوس، ولا عجبكم أي واحد. تمشوا تخلوا الأسماء الحسنى الكاملة، تمشوا لكم لناس أموات. ربنا قال عن البتنادم ديل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. السؤال الثاني، لأي زول بيدعو غير الله شنو العند الله ما في عند الشيوخ موجود؟ يعني لو ربنا سألك يوم القيامة قال لك أنت مشيت للميت دعيت داير منه شنو؟ تقول له والله داير رزق. ربنا لو سألك قال لك الرزق ما عندي؟ ربنا قال في القرآن وفي السماء رزقكم ما توعدون. داير أمن؟ ربنا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. داير شنو أنت؟ الشفاء بيد الله، الغنى بيد الله، كل خير في الدنيا دي بيد الله تبارك وتعالى. لكن الناس لو أعرضوا عن ذكر الله وأعرضوا عن توحيد ربنا وقعوا في الشرك وفي الكفر ينادوا غير الله من غير حياة ومن غير خجل ومن غير مخافة من الله بينادوا ميت له 200 سنة. يا ناس الميت ده ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فده كلام باطل وده شرك بالله. عشان كده نقول للناس لو دارين الحرب تقيف توحدوا الله، ترجعوا لله، تتوبوا من الشرك، تخلوا القبب، تخلوا الأضرحة والحجبات والتمائم، تتعلقوا بالله، الله بيحل لكم مشاكلكم. لكن كما خليتوا دي ربنا قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جزاكم الله خير. السلام عليكم.